المرجو الانضمام إلى قناة طبخ سهل وبسيط عبر الضغط على الزر الاشتراك الأحمر. إذا أردتم التوصل بجديد فيديوهاتنا فور نزولها اضغطوا على الجرس، ولا تنسوا دعمنا باللايك إذا أعجبكم الفيديو، وشكرا لكم. السلام عليكم، مرحبا بكم في قناتكم طبخ سهل وبسيط. اليوم إن شاء الله سوف أقدم لكم عصير سهل وسريع التحضير بالرمان والتفاح. لنبدأ على بركة الله، لدينا نصف لتر من الحليب و500 جرام من حبيبات الرمان وحبتين من التفاح وياغورت سائل بنكهة الرمان. وزن كل علبة 165 جرام. أضع الرمان في الخلاط الكهربائي. والتفاح. والحليب. وياغورت سائل بنكهة الرمان. أتمنى أن يعجبكم الفيديو. لمزيد من الفيديوهات لا تنسوا الاشتراك في قناتكم طبخ سهل وبسيط بالضغط على الدائرة التي تظهر على الشاشة الآن، ولا تنسوا مشاهدة فيديوهاتنا السابقة، وشكرا لكم.